إذن أو من يقول بأن هذه الطريقة طريقة سحر وقمنا بسحر عقله أو شيء من هذا القبيل، فإن كان السحر يأتي عن بعد إلى هذه الصفة فصار السحر أقوى من الدين، لأن الإنسان يأخذ في طريقتنا البيعة عبر الهاتف ويكون في قارة أخرى، ورغم ذلك يصله أمر الباري سبحانه عز وجل ويصله نور الله سبحانه عز وجل. فرب سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بهذا النور، وأن يبعدنا عن ظلمات الأغيار وعن ظلمات الهوى والنفس، وأن يجعلنا شعبا متماسك مغربيا دائما تحت لواء سيدنا نصره الله وحفظه في سفره وحضره، وأن يجعل كل دولة مسلمة مطمئنة سالمة غانمة، وأن يجمع شمل المسلمين على من هو صالح لرأيهم وصالح لجمعهم يا أرحم الراحمين، وأن يبد السلام والإطمئنان في كل قارات كون أجمع. إن كنا نحن نحترم الكافر ونحترم الحيوان ونحترم الحجر ونقول استحقر نفسك وعظم غيرك، فكيف أن نستحقر من هو مسلم ومن يقول لا إله إلا الله.